اللي حاول يدخل على موقع وزارة الاتصالات العراقية خلال الساعات الماضية تفاجأ بصفحة رئيسية غير المعتادة. فخلال الساعات الماضية استقبلت هذه الصورة مع جملة مغلق بأمر الشعب إما الشهادة أو الانتصار، استقبلت كل من حاول الدخول لموقع الوزارة. مجهولون اخترقوا الموقع ومع هذا العنوان كتبوا رسالة قالوا فيها مجددا ومجددا هذه الثورة ثورة أحرار وسلاحنا الأفكار، ثم إغلاق أو تم إغلاق موقع وزارة الاتصالات بأمر الشعب، ونحن الشعب نرفض أي تدخل خارجي داخل العراق، مهمتنا محاربة أعداء الداخل من الفاسدين والعملاء. الإغلاق هذا تداولت أخبار وسائل إعلام ومواقع التواصل، وكثيرين تداولوا صور منه، ومنها هذه الصور اللي شايفينها للرسالة اللي ظهرت لهم لما حاولوا يدخلوا على الموقع. كثير من العراقيين حولوا الخبر لمادة للسخرية، خصوصا وأن الموقع المخترق لوزارة الاتصالات اللي المفروض أنه هذه الشغلة شغلتها زي ما بيقولوا، وخصوصا كمان أنه هذه مو المرة الأولى. الوزارة يبدو أنه بعد ساعات تداركت الاختراق واسترجعت الموقع، حيث حاولنا الدخول على الموقع وتمكننا من ذلك.